واحد بيقول أريد أن أسأل قدرتكم سؤال في التناول. نحن نعلم أنه يجوز الصوم الانقطاعي بعد التناول، ولكن جاء في إنجيل معلمنا متى هل يستطيع بنى العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم إلى آخر، إذن كيف نحن نصوم والعريس يكون معنا بعد التناول؟ هو المفروض أن التناول يكون في أيام الصيام بعد الظهر، فيبقى احتفظ بفترة الانقطاع. فإذا أردت أنك أنت تتناول وضميرك ما يتعبكش، اتناول في القداسات اللي بعد الظهر، فتقدر تخرج وتاكل وتبقى منقطع عن الطعام طول اليوم برضه. وكنائس كثيرة جدا بتعمل قداسات بعد الظهر. كنيسة أمبرويس عندنا هنا بتعمل قداسات بعد الظهر، بتخرج الساعة 5 يمكن أو بعد 5، فتقدر انك انت تتناول فيه.